الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. عرفنا عن حضرتك ومن وين انت؟ فيصل محمد العبد الله من ريف ادلب مهجر من منطقه معره النعمان. صار لنا شي سنتين هون مخيم راجو، مخيم المحطه تابعين لناحيه راجو. مع مين تسكن بالمخيم؟ نسكن انا وبيتي وبيت اخوي وبيت ابويا وشي 150 خيمه ثانيه احنا بالمخيم. اوصف لنا وضع المخيم بشكل عام يعني استاذ الكريم، بالنسبه للمخيم وضع ماساوي، ماساوي لدرجه يعني كيف بدي اوصف لك اياه؟ هلا قد الدنيا جتنا على العاصفه هاي، ما فكرنا احنا بيصير هيك، يعني من الاساسات ما فكرنا انه بيصير هيك، يجينا هالثلج الغزير هذا وتراكم علينا، الخيام تكسرت، مي ما عندنا، الله يعزك حتى المراحيض تكسرت، عم نجيب الثلج نحطه بالتنك فوق الصوبه وعم ندوب لحتى نشرب. قال لك انا واخوي واخوي الثاني خيمنا انهدت، كنا شيء 20-25 نفس فتنا بخيمه واحده، وانا واخواتي نطلع فوق بالليل نشيل الثلج من فوقها لحتى الساعه 5 الصبحيات، يعني وقف احنا بالليل الثلج شيء ما يناص شيء نص متر تقريبا وقف عنا. هل تصلكم شيء مساعدات اغاثات لك يا اخوي؟ لا جتنا لا مساعدات، عم اقول لك المي، المي هي مي ما اجتنا، معنا جرويانين ميه ما في لا مساعدات ولا في شيء، ولا شفني خلف الله عليكم هلق انتم اجيتونا، بلكي ان شاء الله نتامل يجينا دعم من وراكم او هيك شغله تشوف العالم حالتنا. تفكر شيء بالعوده لبلدك لزيارة؟ والله هلق لو انه الله محل على هالامور هاي، وصفيان الجو وصاير انه متغير هالوضع كلياته مقلوب غل، احتمال نرجع على ضيعنا يعني بحيث انه نرجع على بردا وسلاما. تفكر بمناطق العوده لسيطره النظام؟ لا ولا باي شكل من الاشكال، لانه احنا هربنا من البراميل، صارنا 7 سنين مهجرين، احنا بدنا نرجع مره ثانيه؟ لا، نموت جوا الثلج، نغمر جوا الثلج ولا بنرجع، قولا واحدا يعني. تفكر بالهجره شيء بذات الله؟ والله انا العبد اللي قدامك رحت حاولت لحتى اقطع وما حسبت، حاولت بدي اطلع على تركيا، من تركيا احتمال على قبرص على المانيا او 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 مهما كان، بدي معيشة يعني، دور معيشة. بتتمنى بهاي الحياة شو؟ والله يا اخوي اتمنى اول شغلة، اول شغلة اتمنى الخيمة والتدفئة وقوت اليومي، قوت يومي، بدنا قوت يومي ما بدنا اكثر.